طبعا هاي شغلات مهمه. اول شيء لازم نكتب المعلومات مال البيرسون، اربع شغلات مطلوبه نكتبها بيها. واذا يجيكم اي سي جي قاعدين بالطوارئ يجيكم اي سي جي ما بي معلومات شبوه يدبوه ما يفيدنا. الاسم الثلاثي احمد علي فاروق، هذا الاسم. بعدين العمر 19 مو 18 عبر سنه 18 الايج. وعندنا الديت 12/2/2018 والتايم ساعه بيش هسه 1:30 شنو بي ام. الاسم مهم لان انتوا قاعدين طوارئ يمكن 20 واحد يسوي اي سي جي بدون اسم ما تعرفون هذا مال من. العمر مهم لان تفرق طفل عن اولد ايج. الديت هم مهم خاصه بالفولو اب اوف مايوكارديال انفاكشن. والتايم فيري امبورتنت خاصه بالسكند سمين لان عندنا الارثميه خلال ثواني تصير وتروح. فالاي سي جي الجديد حتى يعطيك تايم بالثواني فهذني مهمة. الشغله الثانيه الموجوده المفروض بالاي سي جي المفروض كل الليدات موجوده. اذا ليد نقص ما نعتمد عليه من ليد 1 الى حد الفي 6 ها كلها لازم موجوده نتبعها واحد واحد. اذا نقص ينعاد الاي سي جي. النقطه الثالثه المهمه انه عندنا السترب. اذا بدون سترب اكو شغلات ما نقدر نسويها. واضح لان ثلاث شغلات مهمه. هسه احنا نجيب هسه شنو الشغلات المطلوبه لكم انتم في مرحلتكم بالاي سي جي. اول شيء لازم تعرفون الويفز، لازم تعرفون البي، لازم تعرفون كيو ار اس، لازم تعرفون تي. هسه وين هالبي ويف؟ عينوا لي هسه هذا قدامكم الاي سي جي وين البي ويف؟ تي بي بي دكتور اول اشاره بوزر اول ايوه هذا قدامكم اشروا لي عليه هاي واحدة هاي كلها. حطوا ببالكم ديت بدون بي ويف هاي اب نورمال. من اكو بي ويف معناتها هاي نورمال، ماكو بي ويف هاي اب نورمال ويف. حالات التكيكارديا تركب التي على البي فهم صعب الميزة. شلون نميز البي عن التي؟ انه دائما هو نعتمد على الكيو ار اس، نعتبره هذا عمود القبله بي البعده تي. البي هنا ساعه كلش صغيره هاي طبعا تتذكرون تمثل منها شنو اتريال ديبولاريزيشن. نجي على الويف الثانيه اللي هي كيو ار اس، هي ثلاث احرف هي كيو والار والاس. حطوا ببالكم مو شرط ثلاثتهم موجودات، ممكن بس كيو، ممكن كيو ار، ممكن ار اس، ممكن بس اس، ممكن بس كيو. المهم واحدة من عندهم موجودة سميها كيو ار اس. شنو تعريف الكيو؟ شنو يا موجة عندها كاركترس بحيث نقول عليها كيو. تذكرون اول نيجاتيف ديفلكشن بعد البي، اول نيجاتيف ديفلكشن بعد البي. هسه مثلا نجي هنا نقول هذا ليد 1 هذا بي ويف دكتور، هاي بي ويف اكو ورا نيجاتيف؟ ماكو، اذا ما بيكيو. نيجي هنا بعد هذا سمول كيو، شوفوا بي ويف رجع عايزو على كتريكال لاين، نزل نزله بسيطه وصعد. هاي النزله البسيطه نسميها بي ويف. هنا بعد اوضح هنا هاي كلها كيو. ما لكم علاقة بالحجم، ممكن تصير صغيرة ممكن تصير كبيرة. تعريفها أول شيء أول نزلة بعد البي نسميها كيو. تعريف الآر أي شيء اللي فوق، كل شيء تشوفه بالبوزيتيف نقول عليه آر. هذا آر، هذا آر، هذا آر سمول، هذا آر. أي شيء اللي فوق صغير كبير نقول عليه آر. هذا آر، عفوا هذا غلط، هذا آر. دكتور هنا ما غير آر؟ هاي ار سمول، هذا ار، هذا ار، كل شيء اللي فوق ار. تعريف الاس اي شيء نيجاتيف بعد الار.
يعني بس مجرد تصعد عندنا شوية R وراء أي نقل نعتبره S. يعني هنا مثلا صعدت شوية R هنا ما عندنا عفوا هاي صعدت R وراء كل S. يعني هذا مو واحد يجي يقول لك كيو هذا مو كيو صعدت R ما طب صعدت ال R صار تحول إلى S. واضح هاي؟ شو تمثلنا كيو آر إس؟ Ventricular Depolarization. الويف الثالثة اللي هي تي ويف اللي تيجي بعد كيو آر إس. مثلاً Ventricular Depolarization. هذا وين الكيو ولا ال R؟ ما عندنا كيو هنا عندنا R عندنا S. وال P. التي ويف قلنا أي شيء بعد كيو آر إس هذا تي ويف. هاي تي ويف. هاي تي ويف. هاي تي ويف. كل شيء بعد كيو آر إس تي ويف. واضح هذا إني ثري ويف. هتجيكم بالامتحان يجيكم مثلا هنا عشر يقولوا لي هاي شو اسمها أو هاي شو اسمها فلازم تعرفوها. بسم هذا تي ويف. تي ويف. هذا إس. هذا إس بالطبع. نجي المجموعة الثانية للشغلات اللي لازم تعرفوها هي الانترفالز فترات. عندنا ثلاث فترات مطلوبة من عندكم اللي هي بي ار كيو ار اس ويث وكيو تي انترفال. فنجي واحدة واحدة شلون نحسبها. طبعا اي مكان نقدر نحسبه بس انا دائما افضل بي 2 على ما تشوفه اوضح. هسه نريد نحسب الفترة اللي هي بي ار انترفال. تعريف البي ار انترفال من بداية البي الى بداية كيو ار اس. من بداية الـ P إلى بداية الـ QRS. هاي بداية الـ P وهاي بداية الـ QRS. نحسبها كم مربع؟ حسبوا لي كم مربع عدني؟ ثلاثة دكتور ثلاثة. إذا نقول هيك تجون بالامتحان تقولون PR ساوينا ثلاثة مليمتر. هذا نحسبها بالمليمترات. هاي المسافة لازم نحولها إلى زمن. فشلون نحولها الى زمن؟ دائما المسافه اذا نريد نحولها الى زمن شنو نسوي؟ قسمها على السرعه. يعني السرعه تساوي المسافه على الزمن. نسبه وتناسب. فرسا شنو نسوي؟ نقول 3 على 25. ايش قد تصير؟ 0.12 سكند. نورمال. فرسا قسموها على السرعه، السرعه ثابته. ليش قلت لكم يجيكم؟ احنا دائما نحط ببالكم السرعه ثابته 25. ف3 على 25 يطلع 0.12 سكند. الطريقه الثانيه كل مربع صغير صار 0.04. 0.04 فنضرب 3 في 0.04 تطلع لنا 0.12 سكند. بعد حولنا المسافه الى زمن. ايش قد النورمال مال بي ار؟ هذا لازم مطلوبه منكم لازم تعرفوها موجوده بالملزمه. من 0.12 الى 0.20. اكثر زياده، اقل نقصان. زيادة شو من معناته؟ إذا زادت بي آر انترفال. بتريال ديبولاريزيشن يعني يخلق؟ دخلت بالأي في نوت. بالأي في نوت. هي مشكلتنا دائما بالهاي بي آر انترفال هاي بدي شوفوا الأيزوليكتريك لاين. هذا هو خط الصفر مالتنا. فهذا من يزيد طوله حيزيد لنا بي آر انترفال. إذا صارت أقل شو معناته؟ معناته عندنا ابنورمال باثوي إذا يعبر الأي في نوت يعبر الفنتركل. نيجي على الفترة الثانية اللي يسمى QRS width. تبدي عادة لحظة تبدي من هنا إلى هنا من بداية QRS إلى نهاية QRS تقريبا مربعين. QRS سوينا 2 مليمتر هم نحوله نقسم على هذا قد يطلع لنا 0.08 سكند. point 0.04 هاد مثلا المسافة ان الزمن مال المربع الواحد الصغير duration. دكتور يعني الارقام كاملة واحد اثنين مثلا لو ممكن مربع ونص شيء ممكن مربع ونص حسب انت تقرا. دكتور تجي حالها هاي البي ار انترفول تصير قليلة؟ اي تجي والمحاضرة مرة قلت ما تجي هيك حالة نادر موجودة نادر نادر بس تجي لا بالامتحان ما تجيك ما تدخل. عندنا كيو تي انترفال
تعريفها من بداية كيو ار اس الى نهاية التي. فمنها الى هنا كم مربع؟ هاي 2 5 3 8 10 10 مربعات على 25 قد يسوون 14 سكند. قد النورمال رينج مالته 46 الى 50 يعتبروها. شنو فائدة كيو تي انترفال؟ تتحكم بالهارت ريت تذكرون؟ يعني البي ار والكيو ار اس ما له علاقة نهائيا بالهارت ريت. من اللي يحدد ان الهارت ريت هي الكيو تي انترفال. هاي واضحة ذني شلون نحسبها؟ بس نجي للخطوة الأخرى.